شوف الإضاءة، بوريكم الإضاءة. بس لازم أكسر لكم النور شوي، أرجع شوي، قصر الإضاءة شوي وافتح يا الحبيب. يا عيني وين الإضاءات واللد جاي بنفس الشبك. شوف قصر شوي، أعطني رأيك. توسان 22. واحدة ثانية، افتح قفل، شغل مرتب. أسعد الله مساكم بالخير والسرور متابعينا غالين، ويا هلا ومسهلا بالزوار مشتركين جدد منورين قناتكم. اليوم معنا تجربة تغطية توسان 2022 الشكل الجديد والجيل الجديد، ويعتبر الجيل الرابع. تغير جذري كامل خارجي وداخلي، والتصميم جديد بالكامل، وهوية جديدة من سيارات هونداي الجديدة. لو تلاحظون سيارات هونداي الجديدة الأخيرة، الأزيرا 2021 الشكل الجديد والألنترا الشكل الجديد، صار الشبك يجي بحجم كبير، وصار يجي بتصميم عصري جديد بالكامل. توسان صار مثلهم الحين، وأغلب سيارات هونداي الجديدة راح تكون بالهوية والشكل الجديد. الشكل الجديد لو تلاحظون الشبك دايم يجي بحجم كبير، والأنوار داخله بوسط الشبك. بشغل لكم الأنوار الحين تشوفونه. التصميم جامع ما بين العصري وما بين الرياضي. الفئة اللي معنا هذه طبعا تعتبر فئة الفل كامل، راح توفر بعدة محركات. المحرك اللي معنا هذا 2005، هذا تعتبر أعلى فئة، 187 حصان، العزم تقريبا 247 نيوتن، والجير 8 سرعات. طبعا بعضكم بيقولوا بندر شلون الموتر عليه غبار؟ تو مغسل الموتر وجاء علينا طش خفيف مثل شوفت عيونك، هذا الجو غبار، وممكن يجي مطر بعد قوي أو يجعج، فاعذرونا علشان الموتر ما هو نظيف بالكامل. الجهة الجانبية هنا عندنا جنط 19، وراح تختلف الجنوط على حسب الفئة. هذا الفئة تعتبر الفئة الأعلى. لو تلاحظون التصميم الجانبي جاي بخطوط حادة، شايفين الخطوط اللي جاي هنا مع الباب ومع الرفرف، تذكرك بنفس خطوط الانترا الشكل الجديد والجيل الجديد. يعني على كذا راح نشوف السيارات الجديدة الجاية من سيارات هونداي راح دائم تكون بخطوط الحادة هذه، وتصميم جديد عن باقي السيارات الثانية. يعني الخطوط هذه جاي كأنه سهم داخل من الرفرف على الباب، شايفينه؟ هذا هو واضح لكم. هنا جاي زي الرفارف اللي لونه بالأسود فوق الكفر، شايفينه؟ لون الموتر تقريبا، لون الموتر جاي كأنه لون بترولي، وراح يتوفر عدة ألوان من أبيض وأسود، أغلب الألوان راح تتوفر. القصة اللي جاية بانحدار من ورا جاية قريبة لقصة الكوبي أو الهاتشباك، بس ما في انحدار واضح، مع خطوط حادة، مع كروم اللي جاي بالزاوية. شوفوا تفاصيل الموتر، يعني عشان أنت تشوف إنه موتر جاي بشكل عصري ومرتب بنفس الوقت. أمس نزلت مقتطفات سريعة بس ما بينت وش السيارة، كثير من المتابعين بسناب ما عرفوا وش السيارة، ولو تلاحظون شكل وتصميم يختلف اختلاف كلي عن سيارة هونداي. يعني لو غطي العلامة حقت هونداي ما راح تقول ان هذه سيارة من سيارات هونداي. شوفوا 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 خطوط شلون، شوفوا في بروز بالرفارف اللي ورا، التصميم اللي جاي بخطوط حادة مع زوايا حلوة. شوفوا 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 البروز اللي جاي بالرفرف هنا، شايفينه؟ لازم اشغل لكم النور تشوفونه. شوفوا اسطبات، اسطب جاي خط بالعرض ممتد، وبالزوايا جاي على شكل اسهم، شوفوا جاي على شكل سهم. حساسات خلفية، فليشر والريوس كله يصير راح تحت، راح صوروا لكم بالليل تشوفونه. حجم الماكينة هذا 2005 طبعا دفع رباعي. الفئات الثانية اللي راح تتوفر، في شيء دفع رباعي، في شيء دفع امامي، على حسب كل فئة، من 2005، من 2006، ومن 2000. سلة علوية زايد سقف بانوراما، وعطني رايك بالتصاميم. بوريك الحين الواجهة الامامية علشان تشوفه، بس قبل نروح طبعا هاتريك اللي هو دفع رباعي، ووريكم الشنطة، شنطة كهرباء. هذه الشنطة جاية هنا في مخرج 12 فولت، وهنا هذا زي اللي مساك أو قطعة
ثبت بشيء. وهذه ستاره حقت تغطي الاغراض جاي بالشكل هذا، هنا ترفع بتجيك بالشكل هذا. وجاي بنفس الوقت بعد طبعا ما يجي ثلاث صفوف، صفين بس، هذا سبير، سبير نفس الجنط اللي برا. يعني شيء كويس انهم يحطون الجنط، انا من الناس اللي يحب انه يكون سبير نفس الكفرات اللي برا. المؤقت هذا ما احس انه يعني خاصة بخطوط ما راح تستفيد منه. شوف شكل البانوراما عشان انطق احرق. خليني اوريكم الحين الواجهة الامامية علشان تشوفون السيارة بشكل كامل. عطني رايك في الجهة الجانبية. الموتر ماخذه جديد اصفار امس، حتى القراطيس بعض القراطيس ما شلتها. شوفوا 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 ما شاء الله تبارك الله. بالله عطني رايك، وش تعطيه تصميم، وش يقرأ، وش في سيارة تشبه التصميم هذا؟ شوفوا الانوار هذول، اللدات، اللدات جاية مدمجة مع الشبك. شوفوا النور الاساسي وينه؟ هذا، هذا النور الاساسي شايفينه؟ هذا بس ما شغلته. هذا يعني مفهوم جديد باللد النهاري. خل اقصر لكم الاضاءة. شوفوا جالس يرمش علشان تصوير بس، هذا لازم اصور لكم بالليل تشوفونه احسن. شوفوا 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 بالله عطني رايك، عطني رايك يا الحبيب. حساسات امامية واربع كاميرات، شغل عدل. عن اخبار جاءنا اخبار، الله يرحمنا برحمته، لكن ان شاء الله يمدينا نلحق نصور لكم اشياء زينة ان شاء الله. صرفية الوقود، هذه صرفية الوقود، حجم المكينة 2005 دفع رباعي 22 من شكل 13.6 وبنزين 91. وهذا الصف الثاني. ستارة جانبية، هذا استيكر ابيض في قدام شايله، هذا بعد استيكر ابيض. ما في تخشيب، حاطين نظام جديد زي قماش هنا بدون التخشيب، بدون الازياك اللي تجي بعض الاحيان كروم. والله جاءنا الهواء، جاءنا اخبار، تحملوا ان شاء الله ما يزعجكم الصوت. شوف التكالي بالنص، طبلون والشاشة والتصميم الجديد راح نصوره لكم بعد شوي. لاحظوا بالطبلون في شيء، من اللي لاحظه؟ ما في أي شيء بروز فوق الطبلون، كله جاي مسح مع الشاشة الوسطية ومع الطبلون. الشاشة الوسطية جاية زي نظام الشلال، يعني نازلة بانحدار. هنا سقف البانوراما شفناه، التكاية اللي بالنص، مخارج المكيف جاية بخط طولي ومخارج USB، وتقدر تقدم الكرسي حق الراكب الأمامي. والتكاية اللي بالنص مراتب جلد ومخرمة، هذا شكله من ورا. الحين أوريكم جهة السواق، جهة السواق نقط عمياء، رادار. شوفوا هذا اللي قبل شوي، الزيك اللي شفناه كان عليه استيكر أبيض، جاي باللون الأسود اللامع. شايفين؟ وتاكد تخزين مراتب جاي هنا، جاي زي القوس او انحناء بشكل القوس، بس ما في تخشيب هنا، بس الزيك اللي هنا اللي جاي. ازرار تحكم له بالنوافذ، سماعات بوس، كرسي كهرب. وهنا عندنا المراتب اللي جايه بلون بيج فاتح. شوفوا قصه الالمنيوم اللي هنا يعطيك شكل مرتب فخامه. هذا سقف البانوراما. هنا مساحات تخزين، مساحات تخزين جاية بإطار ألمنيوم. الشاشة بصور لكم أنا على السريع، بصور لكم بالليل بس بأخذ لكم على السريع بالنهار. قبل أوريكم الماكينة، والله كبوت ثقيل شوي. هذه الماكينة 2005 GDI، قوة 187 حصان والعزم 247 نيوتن تقريبا. هذا شكل الماكينة، الماكينة طبعا الكبوت عصا، المفروض انه صراحه مساعد. وهذا الشكل الداخلي. ستارت وين هنا؟ بسم الله. طبعا الفئه اللي معي هذه فئه الفل كامل. شوف فتحات التكييف شلون جايه. الخط اللي جاي اللي يقول لكم زي القوس ممتد كامل على الطبلون. شايفين؟ لين الباب كأنه قوس جاي. تصميم يعني انا اشوف كداخلي تحس انه عصري، وزي السيارات الجديدة هذه
التصاميم الجديدة للسيارات الاختبارية. الشاشة هنا جاية كم حجم 10 إنش. ودي أصور لكم بالليل أزين، خلص أصور لكم بالليل، كل هذول خلص أصور لكم بالليل أحسن علشان تصير واضحة لكم أكثر. كل شيء هنا باللمس، الشاشة هنا 10 إنش فاصلة 25، وهذا الطبلون 10 إنش فاصلة 25. الجير هنا جاي على شكل أزرار، نفسه نفس أغلب سيارات هونداي. هذا عندنا يخلي الدفع الرباعي مستمر على طول، تبريد للراكب والسواق، الجير أزرار 8 سرعات، الجلنط الكهرب، الأوتو هولد، حمل الأكواب، وهنا زر حق المنحدرات، وهنا زر الكاميرا. الكاميرا دقتها عالية زي كاميرا سيارات هوندا. شوف خليك واحد بدي شايفين التكاية اللي بالنص. يعني تصميم الموتر جاي، خوريكم شرح هذا حق وضعية القيادة. شايفينه هذا كله بشغل لكم بالليل. عطني رايك بالتصميم الداخلي. شوفوا شوفوا كأنه سيارات من السيارات الاختبارية. أصور لكم بالليل باقي الإضاءات والشاشة. عطني رايك الحين مبدئيا عن شكل السيارة. شوفوا غريب تعز انك تسوق موتر من السيارات الاختبارية، يعني ما الطبلون يعني جاي شكله عجيب. شوفوا شوفوا ما في اي بروز. شوف شايفين ما في اي بروز. كمل الفيديو. الحين بنعيشكم جو الركوب بالصف الثاني. نقول بسم الله. الموتر انا مقدمه مرتبه، طبعا مقدمه بزياده، بس تقدر ترجع وتقدم، يعني يعتبر متوسط اذا هو شكل بالطبيعي. والمرتبه تقدر تصفطه بالشكل هذا الى زاويه 80 تقريبا. شايفين هذا تخليها كذا اذا تبي توقف، ولا تفتح بالشكل هذا. وبسم الله بنفتح الحين سقف البانوراما. شوف 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 مع الجو ان شاء الله ما يجينا غبار. دايم سقف البانوراما يعطيك جو الرحابه، جو الفخامه. شوف 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 اكثر شيء يعيشك جو الفخامه والجو الحلو اذا صار الجو غيم، مش بدون غبار اهم شيء. بصور لكم طبعا بالنهار عشان تشوفون داخلية السيارة بالنهار، وبعدين بصور لكم بالليل عشان تعيشون جو زوايا السيارة بكل مكان. الشنطة يعني في اختلاف كبير، يعني تصميم كامل تغير، بالكامل تغير داخلي وخارجي. تلاحظون السيارات الشركات اغلبهم صاروا يعني التغييرات صارت سريعة، وسنين تمر بسرعة. ما أدري وش الوضع. صلى الله عليه وسلم. الحين بنسكر السقف علشان الصوت ما يزعجكم. أيوه ستارة بعد تقدر نقدر نفتحها. نرجع شوي. شوفوا فتحنا لكم ستارة حقت سقف البانوراما. والله حجمه كبير، يعني مقارنة بحجم السيارة يعتبر تعتبر فتحة كبيرة ما شاء الله تبارك الله. طبعا الباقات جانبية وأمامية. بالنسبة للأسعار بحط لكم أنا أسعار أغلب أسعار الوكالة هونداي بالسعودية، الناغي والمجدوعي والوعلان كلهم بحط لكم بالوصف وتشوفون السعر الفعل. هذا اللي معي سعره 147,000 ريال شامل الضريبة، فل الكامل، هذا 4 كاميرات، رادار، 250 مسار، نقاط عمية، كل هذول وارد الوعلان. عندنا اعطونا رايكم بقصة الطبلون الجديدة. يعني الشاشة تحسها صغيرة شوي. العزل انا بالنسبة لي العزل الارضي اعطيه 7 من 10، 7 من 10، 6.5 7 من 10 عزل ارضي. دايم عشان اتوقع انا بحجم كفر حجم عشان احجم الكفرات لان جنط 19. العزل اللي فوق لا 9 من 10، بس العزل الأرضي 6.5 أو 7 من 10. أول كفرات بعد أتوقع إنه بعد ما أدري كم شيكنا عليها، لكن الموتور جديد أخذناه ولا شيكنا على الكفرات. بالنسبة للراحة مريح الموتر، التعليق من أحسن ما يكون.
العزل مثل ما قلت لك يوم صرفية البنزين يوم خذيته كان معبينه فل معطينا مسافة متبقية 630-640 بس أحيانا انت معرفين صرفية البنزين لازم نمسك خط احنا ما نعتمد على الرينج لكن ما بدأنا هالمرة نروح عليه الحائل نشوف ان شاء الله اذا في فرصة ثانية ناخذه الحائل ان شاء الله نشوف كم يمشينا بالضبط الماكينة مثل ما قلت لكم حجمها 2587 حصان و247 نيوتن والمحرك الثاني اللي هو محرك سمارت ستريم حجم الماكينة 2000 نظام حقل متعدد قوة الأحصنة 156 حصان والجير راح يكون 6 سرعات هذا بالنسبة لماكينة 2000 سمارت ستريم والمحرك الثالث راح يكون محرك سمارت ستريم بحجم 1600 طبعا كلهم 4 سلندر تيربو بالنظام حقل مباشر وراح يكون قوة الأحصنة 180 حصان الجير راح يكون اوتوماتيكي مزدوج بسبع سرعات يعني عندك عدة خيارات من المحركات ومن الفئات سواء دفع رباعي دفع أمامي ثلاث مكاين انت لك الاختيار تختار اي محرك واي موجود عندهم والفئات فموفرين لك اغلب الفئات واغلب المحركات على توسان الجديد 2022 سعود ايش رايك بالموتر بالله؟ والله ما شاء الله يعني المواصفات اللي حاطينها يعني على مقارنة بالسيارات الثانية وعلى القيمة يستاهلوا زيادة يعني يستاهلوا بسعر أكثر بس توقعت انه هونداي ما سألتك اول شيء قلت وش العلامة هذه؟ لأن علامة هونداي مع الكبوت ما هو من قدام ما هي واضحة مع الشبكة بس وش أول ما ركبت وش حسيت بالموتر؟ نفس الموتر اللي قلت لك انت الرنج البيلرز يا البيلر يعني الواجهه الاماميه ها اي بعد الواجهه من ورا طبعا دائم يا شباب انا احب اخذ راي اخوياي يعني انا انظر نظره معينه مثلا يعني انا استغربت ابو سعود قال لي كان بندرت ليش الرنج روفر الصغير قلت له اي واحد قال البيلر الصغير هذا انا ما كان بالي شيء فكل شخص يعطيك رايه يعني فعشان كذا ودي اسالك ترى شوفوا سعود ما وريناك احنا ايش رايك وضعيه قياده مجرد ما تغير طبعا هذه وضعيه قياده باغلب سيارات هونداي حطينا تغير تفتح كاميرا بعد ما تمشي تقدر بعد شوف شوف خلي بوريكم من الانوار الحين هذا اللد شايفين مدمج جاي بنفس الشبك النور هذا النور جاي عدستين تحت هذا بالزاوية شايفينه الايدي وهذا فلاشر العالي والواطي جاي بنفس العدستين اللي تحت لكم الإضاءة نقصر الإضاءة وهذا النور شوفوا ينعكس هذه لمبات الفرامل شايفين لمبة الريوس واحدة هنا وفي كشاف ضباب هنا وهذا فليشر هذه الإضاءات الخلفية للتوسان أوريكم الحين من جهة طبعا الإضاءات محيطية ما في هنا لكن الإضاءة الداخلية LED باللون الأبيض شوف عيونك خلينا نجرب لكم التسارع بنحط وضعية سبورت هو متغير الوضعية راح يتغير شكل الطبلون نقول بسم الله لا تنسى ان الموتور جديد بعدين يعني يعتبر هذا موتور عائلي يعني وفي عزم ما شاء الله تبارك في عزم
طيب خلوني اوريكم الطبلون والشاشه بشكل سريع، والانظمه والشاشه والاشياء الثانيه كلها نفسها موجوده باغلب سيارات هونداي، سواء السوناتا الفول كامل، سواء الانترا الفول كامل، وسواء الازيرا الفول كامل، تختلف اشياء بسيطه. خلونا نطفي وشي السياره، افتح الباب. يا عيني سكر الباب، نقول بسم الله. الشاشة مثل ما ذكرنا لكم بالبداية بحجم 10 انش، فيها كاميرا الجهة اليسار واليمين، وعندك يا طول العمر تغير، مجرد ما تغير بالثيمات حقات اللي هو وضعيات القيادة، وتقدر تتحكم من وين؟ من هنا بالشكل هذا. هذه كل اعدادات السيارة بشكل عام، لو تلاحظون نفسها نفس سيارات هونداي المعروفة. هنا عندنا الشفتر، هنا تحكم بالشاشة، وهنا قيادة شبه ذاتية والرادار، وقيادة شبه ذاتية تصير تمسك المسار مع ما يلف الخط يمين يسار، راح يتجاوب معك الموتر يلف يمين ويسار، بس لازم يقرأ الخطوط اللي موجودة بالأرض. الشفتر هنا شفناه، والشاشة الوسطية اللي جاي بحجم 10 انش وجاي شكله بانحدار مثل نظام الشلة. شوف شوف البروز، شايفين البروز، يعني جاي تصميم جديد وشكل جديد بنظام الشاشات. خليني اوريكم كذا زاويه، شوفوا تعطيك شكل نظام اللي جاي بانحدار، يعني كتصميم ديكور. هذا كله لمس، هذا كله لمس، هنا لمس، هذا مكيف، هنا بعد لمس. الكاميرا والشاشه، هذه شاشه توقف. هنا اعدادات السياره، فيه اضاءات محيطيه طبعا، الكاميرا شفناها تدعم انظمه الجوال، الجي بي اس بالشكل هذا. نرجع هنا، وهنا يا طول العمر الاعدادات، اعدادات السياره، فيه الاضاءات المحيطيه، وفيه اعدادات السياره بشكل عام. هنا بنوريكم المصابيح، هذه الاضاءات المحيطيه، وهذه الالوان طبعا انا حاطه مرتبط بوضع قياده، تدخل على اللون، هذول الالوان كلها تختارها. فالشغل عدل صراحة. هنا مساحات تخزين مع إضاءة وشاحن وايرلس ومخرج 12 فولت ومخرجين يو اس بي وحق الكاربلي ومساحات تخزين مع إضاءة محيطية. وهنا عندنا هذول شفتوا كلهم، صورت لكم بالنهار بس هذا بشكل سريع عشان تشوفونه بالليل وتشوفون الألوان الأزرار. وهذا كله تخشيب الأسود اللامع. بس قضينا، ونسمعكم صوت البوري. هذا صوت البوري، عطني رايك بالتصميم الداخلي والخارجي وكم تعطيه من 10؟ التصميم الداخلي والخارجي، اضاءات كلها باللون الابيض الايدي. بالله شوف العلامه وين، وين جايه علامه هونداي، شوف وين جاي، شوف فوق اللوحه على طول. طبعا الشنطه تفتحها هي كهرب طبعا، بس بوريكم مكان العلامه حقت هونداي، وجايه مكانها غريب شوي، يعني يعني شوفوا على قزازة، شايفين هذا قزازة، هذا الإطار حق قزازة جاي هنا. بالعادة العلامات تجي هنا هنا، بس هم جايبينها بطريقة حلوة، ولا ايش رايكم؟ شوف شايفين، وبس ان شاء الله نشوفكم تجربة جديدة بإذن الله. في امان الله وبحفظ الكريم.